نظم مركز الإيسيسكو التربوي مؤتمر نقاش حول تقييم البرامج الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. المناسبة ترأس مدير المركز الدكتور علي محمد قمر بحضور الأستاذين زهير توفيق وسيف الدين محمد، خبراء تربويون من المصرف العربي للتنمية والاقتصاد في أفريقيا. ديجا محمد الحاج. بهدف تطوير اللغة العربية في إفريقيا وخاصة لغير الناطقين بها، جاء هذا المؤتمر النقاشي الذي نظم من قبل المركز التربوي الإقليمي الإيسيسكو في تشاد تحت عنوان نظرة تقويمية لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في إفريقيا، وأيضا لتزويد المتعلمين بالمصطلحات المفيدة التي تجذب المتعلم الجديد إلى اللغة العربية. أثناء مداخلته الدكتور زهير توفيق وضح عن الأساليب التي يجب اتخاذها مواقع اللغة العربية بإفريقيا والشروط اللازمة لذلك. بعملية اللغة يجب أن نعرف التأثير، أي الاستجابة، استجابة الدارسين لهذه المضامين، ونستخدم المنهج الوصفي التحليلي. المناهج العلمية هي منهج الرئيسية، وهناك عدة طرق تتفرع منها. المناهج العلمية الرئيسية هي المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج القياسي والمنهج التجريبي والمنهج التحليلي. وفيما يتعلق بالزيارة الميدانية التي قام بها المندوب الإقليمي للإيسيسكو بجمهورية جزر القمر للبلاد، أوضح في حديثه عن الإشكاليات التي يواجهها التربويون في جمهورية جزر القمر. لوحظ في الأونة الأخيرة نقص حاد في إدارة التربية والتعليم في هذا البلد، وإن مثل هذه المناسبات تعد ضرورية من أجل تبادل الخبرات ودراسة النقائص وبحث سبل تجاوزها. كما تم طرح العديد من الأسئلة من قبل الحضور التي تنصب جلها حول كيفية تطوير اللغة العربية ومميزاتها دون اللغات الأخرى، وقد رد عليها مدير المركز التربوي علي محمد قمر. ونشير إلى أن مثل هذه البادرة تسهم في تطوير اللغة العربية، وحوالي 1.5 مليار يتحدثون باللغة العربية في العالم.